يد العمل الإنساني تقوم بتوزيع مواد التدفئة وبعض المواد الغذائية على أهلنا الوافدين من وادي بردة. انت جاي من بردة الأولى تقول لي قد صورني؟ عدد الأولاد لا الله يجزيكم الخير. نتشكر كل الجهود والمؤسسات اللي عم تساعدنا، وقف الديانة التركية على المساعدات اللي عم يقدمون لنا اياها. انا مواطن من وادي بردة، نازح جديدنا هون. صورة.